طالبا وطالبة من 14 مدرسة. وتضمن المهرجان الذي حضره جمع من المثقفين والأدباء تقديم قصائد شعرية من قبل الطلبات المشاركين. وأكد المثقفون والمشاركون في المهرجان على أهمية عقد مثل هكذا مهرجانات لما لها من أهمية بالغة في إحياء الحركة الأدبية والثقافية في خانقنا. بهدف تنشيط الحركة الثقافية والأدبية في المدارس، نظمت مديرية تربية خانقين التابعة لحكومة إقليم كردستان مهرجانا أدبيا لعدد من المدارس ضمن حدود مديرية تربية خانقين بحضور النائب عبد العزيز حسن حسين وعدد من المثقفين والأدباء في القضاء. تقيم اليوم قسم النشاط المدرسي لمديرية تربية خانقين حكومة إقليم كردستان مهرجانا في فنون الخطابة والنثر والشعر للمدارس التابعة لحكومة إقليم كردستان في على مستوى قضاء خانقين في حدود مديرية التربية، وباشتراك من 14 مدرسة وأكثر من 50 طالب لهم موهبة في مجالات الخطابة والنثر والشعر. هذا أول مهرجان شعري وقصصي وخطابة تقام على نطاق تربية خانقين، وهذا المهرجان هناك لجنة تحكيمية تحكم أو يعتبر كمسابقة بين الطلبة ليكون هناك الفائز الأول والثاني والثالث. المهرجان تضمن تقديم قصائد شعرية باللهجة السورانية والكلهورية، إضافة إلى تقديم قصص أدبية من قبل المشاركين. وبدورهم أكد المثقفون والحاضرون في المهرجان أكدوا على أهمية عقد مثل هذه المهرجانات بين الحين والآخر لما لها من أهمية بالغة على إحياء الحركة الأدبية والثقافية في القضاء. كانت في السابق هناك حركة ثقافية واسعة في مدينة خانقين، لكن في زمن النظام السابق هذه الحركة وقف إلى حد ما بعد ترحيل وتبعيث وتعريب، لكن بعد سقوط النظام ولحد الآن هناك حركة تجديدية للثقافة والأدب في خانقين، وخاصة هذه المهرجان ومهرجانات عديدة التي تقيم في خانقين ستكون إدامة لحركة ثقافية التي كانت في السابق، وهناك قدرات وطاقات خلاقة لدى شباب خانقين من الناحية الثقافية والأدبية. طبعا المهرجان الأدبي في خانقين بالنسبة للمدارس الأساسية أو الابتدائية أو المتوسطة والإعدادية هنا، هاي لأول مرة تقام في خانقين، واشترك فيها المدارس الابتدائية حول الخطابة والمنشورات وكذلك حتى الكتابة. وطبعا هذا المهرجان يكون له تأثير خاص وتأثير مهم بالنسبة للشباب وللأهالي في خانقين، وخاصة بالنسبة للغة الكردية والمنطقة. هناك تقاليد ثقافية وفنية تؤكد أهمية المهرجانات بأنواعها كافة في رفض الحركة الثقافية والفنية بالجديد دائما، حيث تتلاقح الرؤى والأفكار والإبداعات الجديدة فيما بينها لتقدم مشهدا وجوهرا ثقافيا أمثل. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، علي محمد. أعلنت مصادر مطلعة في محافظة الأنبار أن الخطة الأمنية الخاصة بتحرير قضاء هيت من إرهابي داعش اكتملت.